نشوف واش فيه احنا قادرين نتواصلوا بشكل ايجابي. شكرا للناس بلا الخطاب ديال الاخر بسلاسه وبسهوله، وفعلا كنتحطوا في شي وضعيات اللي كتكون الذات ديالنا حاضره وكنلغيو حضور الاخر امامنا. هذه نقطه مهمه جدا في التواصل، حين الانسان كيشغي ذاته ويلغي حضور الاخر، كاين القيمه في الاخر قدامه. حين كيكون قدامك قامه حاضره قدامك، ولكن حبك لذاتك وحبك او لا قصر الوقت باغي تبلغ معلومات كثيره خليك تلغي الاخر وتتكلم مع نفسك. كاين وضعيات ربما خمسه ست اختبارات نشوف فيهم الدواس ديالنا، نحاول نعرفوا عندكم، نحاول نتناقشوا مع الرجال نعمروهم ونتناقشوا مع الرجال باش نوريو الاخر. عندنا شقة نستمتعوا حنا كان عمرنا طموحنا من المتعه. شوفوا الاختبار